عمر بعدين إذا في تبقى جزء من الوقت راح أخصصه للإجابة على الأسئلة. لذلك خلونا نتكلم عن موضوعنا الآن. الساعة 4:05 أو 6 دقائق. فبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الموضوع اللي أنا كتبته يمكن ظهر لكم عندكم في اللايف، اللي هو كيف يسوق المهندس أو الفني لنفسه. لما نقول كيف يسوق، احنا كلمة تسويق دائما صارت مستهلكة عندنا على المنتجات، يعني عندي منتج بضاعة، عندي جوال، عندي اي جهاز ابغى اسوقه، عندي عطر ابغى اسوقه. فكلمة تسويق صار يعني كأنه له علاقة بس بالمنتجات العينية الملموسة الغذائية العطور. الحقيقة لا، كلمة تسويق احنا نستخدمها ايضا على الافراد، علينا احنا كاشخاص كبني ادم بشر، وانه المهندسين يقولوا انهم مش بني ادم هم مهندسين، لكن نفترض اننا احنا المهندسين من البشر. كيف نسوق كمهندسين أنفسنا كفنيين أو مهندسين، أو سواء كنا في مقاعد الدراسة أو كنا خريجين أو كنا نعمل أصلا في جهة معينة صار لنا فترة معينة، كيف نسوق أنفسنا؟ أنا أتكلم عن التسويق في الوقت الحالي، ما أتكلم عن التسويق في قبل 20 سنة مثلا. في الوقت الحالي كل واحد مننا لازم يكون براند، لازم انت تكون براند، بحيث انك انت عارف لما يكون في براند ليش الناس تهتم بالبراند، لانه البراند اذا كان معروف الناس تشتري او تحاول تبحث عنه، بحكم انه موجود في السوق في منتجات كثيرة. احنا دايما نحب انه نمتلك الشيء البراند المعروف او المميز. ففي مقولة تكون كن بي براند، بي براند يعني كن انت البراند، يعني انت كمنتج كفني او مهندس كيف تكون اول شيء براند، وكيف انت بعد ذلك تسوق لهذا البراند. وضحت الفكرة حق الموضوع اللي انا احاول ادخل فيه. انت كبراند كمنتج كمهندس او فني، كهربائي ميكانيكي مدني، احنا اليوم اصحاب ما راح نزعل احد مننا، راح نتكلم ونفيد الجميع ان شاء الله. كيف نسوق انفسنا بحيث انه احنا مين نبغى؟ احنا كبراند كمنتج نبغى مين اللي يشترينا؟ نبغى جهات التوظيف هي اللي تشترينا، هي اللي تستقطبنا، هي اللي تبحث عننا. فكيف نكون براند أول شيء؟ الشيء الثاني كيف نسوق هذا البراند؟ أول شيء إيش هو المنتج؟ المنتج هو طالب أو فني أو مهندس متخصص في إحدى العلوم الهندسية، وممكن ينطبق الكلام على أي تخصص آخر لو حبينا. لكن كيف إحنا نطبق هذا الكلام في العصر الحديث وفي ثورة التقنية المعلومات اللي موجودة عندنا ومتاحة في جوال وفي جيب كل واحد مننا؟ أولا لازم يكون عندك واجهة. أنت الآن لو عندك محل تحتاج يكون في المحل هذا تحط له واجهة، وفي الواجهة هذه تحط له لوحة مثلا. الواجهة الآن الإعلامية لنا كأشخاص ومهندسين أو فنيين بالتحديد هي الحسابات التواصل الاجتماعي. في نوعين من حسابات التواصل الاجتماعي، في حسابات الترفيهية أو الاجتماعية العادية، وهذا يجب إذا كنت أنت حاب تسوق نفسك يجب أنه يكون لك واجهة فيها. إيش يعني حساب؟ إيش هو الحساب؟ ما أدري، قد تكون أنت من الناس اللي تحب تظهر يعني عملك أو يعني امتيازاتك أو تميزك بالكتابة، فأعتقد أفضل مكان لهذا هو تويتر. أو إذا كنت أنت تحب تبرز عملك بالفيديوهات أو بالصوت مثلي،
او بالكلام او بالمقاطع الفيديوهات، فقد يكون اليوتيوب والتيك توك والانستغرام هي الواجهة اللي انت لازم تستغلها. هذه لازم انت تتخصص فيها. ايوه انا الان اتكلم عن الحسابات الاجتماعية، لكن هذه مهمة لكل واحد مننا سواء كان يعني مهندس او ايا كان، لكن انت كيف تبرز في هذا الحساب وتبرز منتجك انت، المنتج انت الان المنتج منه انت، كيف تبرز للناس وللاخرين وللي قد يعمل لك ريتويت واللي يعمل لك مشاركة واللي يوصل افكارك او يعني كتاباتك او صورك او فيديوهاتك، هذول الناس اللي حيوصلوها. لكن انت ما تستهدف الناس كلها، انت تستهدف عينة من الناس اللي هم الاتش ار او جهات التوظيف او المستقطبي الموارد البشرية او مستقطبي الموهوبين. في التواصل الاجتماعي فاتفقنا ان لازم يكون لك حساب. ايش شروط هذا الحساب؟ لازم يكون فيه شوية بروفيشنال يعني احترافية، يعني تحط فيه صورتك وتحط فيه اسمك الحقيقي. تبغى تسوي حساب رياضي سوي حساب رياضي مختلف، بس لا تقعد تكتب فيه في تخصصك. تبغى تسوي حساب ترفيهي أغاني فيديوهات، وإن كنت أنا ما أنصح بهذه الأشياء سويها في حساب ترفيهي آخر، سوي نيك نيم مجهول ما حد بيسألك. أنت مش همك تسوي براند للجهة اللي احنا نتكلم عنها اليوم. هذه من ناحية الاجتماعية، حسابك يكون بروفيشنال، صورة شخصية أنيقة تعبر عن أحدث صورة لك، وحسابك ما يكون فيه زخارف ولا فيه كلام كثير، فقط في البايو تحط تعريف بسيط عن من أنت. ممكن تقول مهتم بالكهرباء، مهتم بالميكانيكا، خبير سيارات، محترف في التكييف، أيا كان البايو هذا اللي انت راح تضعه أو البايوغرافي اللي انت راح تكتبه ما يتجاوز سطرين، ويكون مختصر. ولو لك ولو عندك موقع تضع الرابط حق الموقع فيه، او لو لك قناة في اليوتيوب حط الرابط حق القناة في اليوتيوب، اذا كان هذه القناة تخدم الحساب اللي انت تحب تبدأه. اذا تكلمنا الان عن ان لازم يكون لنا واجهة قدام الناس والناس يساعدون في تسويق انفسنا، ايش راح نكتب فيها؟ راح اتكلم عنها لاحقا. اما الواجهة الاحترافية زي ما قال اخينا فيصل هنا في الكومنت اللي هو حساب لينكد ان. حساب لينكد ان هو حساب شبيه بالفيسبوك او تويتر لكنه بروفيشنال. ايش يعني بروفيشنال؟ يعني ما يستخدموه غالبا الا الناس اللي يكون عند اما الموارد البشرية مسؤولية التوظيف، دائما تلاقي لهم حسابات، الشركات الكبيرة الصغيرة المؤسسات الحكومية العادية التجارية عندهم حسابات هناك خاصة. انت ايش تسوي هناك؟ هناك نفس الشيء، تسوي حساب بروفيشنال اسمك بالعربي بالانجليزي، واذا حاب تكتبه بالعربي ايضا اكتبه بالانجليزي وبالعربي، لانه المجتمع هناك في اغلبية تتكلم بالانجليزي، لكن في برضو عدد جيد من الناس اللي يتابعوا بالعربي، وأنا من الناس اللي يحب يتابعوا بالعربي لكني أتابع مجتمعات إنجليزية، لذلك كاتب اسمي في لينكد إن بالعربي وبالإنجليزي، وأيضا لما تضغط على السماعة قدام اسمي ينطق لك اسمي، بحيث إنه في ناس ممكن ما تعرف كيف نطق فهد رفاعي، فأنا مسجل صوت كيف ينطق اسمي، بحيث إنه لو تواصل معايا حيقول لي أخي فهد، يعني حيكون في يعني تعبير صحيح بالاسم. الشيء الثاني صورة، والصورة هنا قدر الإمكان استخدم صورة احترافية بجودة عالية وتكون يعني نفس صورة الهوية أو الجواز أو هذه اللي هي تعطي بس فقط، وتكون قريبة بحيث إنها الملامح تظهر، ما تكون مزيفة، ما تكون صورة غير صحيحة، ما تجيب صورة رونالدو وتحطها وتقول أنا فهد رفاعي، لا حط صورتك الحقيقية لأن أنت تسوق لفهد وما تسوق لكريستيانو. فهناك ما نقبل في لينكد إن لازم صورتك. في التواصل الاجتماعي ممكن واحد ما يحب يظهر صورته، ممكن يحط لوجو أو يحط تعبير مثلا عن تخصصه أو كذا،
لكن في تويتر في الفيسبوك او في غيرها، لكن في لينكدين لازم صورتك. اذا ما حطيت صورتك ترى انت في المكان انت جاي تسوق بطريقه خاطئه، لانه هناك الناس تبحث عن الشخص ثم بعد ذلك تبحث عن ايش اللي موجوده في المحتوى اللي هي اللي انت راح تكتبه. اذا اتفقنا في طريقتين للتسويق للواجهة، اول شيء الواجهة التواصل الاجتماعي تويتر، انا افضل تويتر، انستغرام، يوتيوب، هذه اشوفها هي الاحترافية. التيك توك ترفيهي نوعا ما، ما الناس ما تاخذه دائما بنفس الجدية الا اذا كان في مجتمع زي مجتمعي هنا، زي متابعين الافاضل هنا، ما شاء الله الاحترافية تبان حقيقة في تفاعلهم وفي ردودهم، وتجد حتى نوعية الردود يعني تنم عن عقلية المهندس والفني المهتم أو الهاوي، لأنه في عدد كبير من المتابعين هنا غير متخصصين لكنهم هاوين. طيب تكلمنا الآن عن كيف تسوي واجهة، الآن إيش بنعمل في هذه الواجهة، إيش راح نكتب في هذه الواجهة. هذه الواجهة أنت تكتب فيها أشياء لها علاقة بتخصصك فقط، أو تعمل إعادة تدوير أو ريتويت أو ريبوست لتغريدات في نفس مجالك وفي نفس اهتماماتك، أو تعمل ريبلاي أو ردود للتغريدات أو للمشاركات اللي تتكلم عن تخصصك، وفي الردود أظهر تميز، أظهر بعض التميز في أثناء الردود. تقول لي لا أنا لسه خريج وأنا طالب أو أنا ما نواثق في المعلومة اللي بقولها، ما حد قال لك إنك راح تعطي معلومة من رأسك، لا، عندك المراجع، عندك اليوتيوب، عندك جوجل، عندك تشات جي بي تي، الآن اسأله السؤال اللي موجود في تويتر وشوف إيش يقول لك ونمق، خذ انسخ الإجابة وحطها وضعها، وإذا عندك مرجع لها كرابط أو شيء ما يمنع يعني. فهنا الناس راح تبدأ تشوف مين هذا اللي رد على صاحب الحساب هذا، هل إجابته صحيحة، راح يبدأ الناس يتفاعلوا معك، إذا إجابتك صحيحة راح يطلبوا منك المزيد. أنت هنا يجي دورك، أنت مسكت طرف، عرفت اللعبة الآن، إنه الناس بدأت تنتبه لك، أنت بدأت الطريق الصحيح. مدام ألفت لو شخص واحد وسألك هل هذا تقصد كذا أو إيش يعني قصدك كذا، فمباشرة اعرف إنك أنت تغريدتك أو ردك أو هذا كان موفق وكان جاذب. في هذا في تويتر وفي اليوتيوب وفي التواصل. تروح أيضا القنوات اللي تشبه حساباتك، أو الحسابات اللي تشبه حساباتك، أو القنوات اللي تشبه قناة يوتيوب تبعك، وتروح تشوفهم إيش ينزلوا، تفهمها وتقوم تسوي فيديوهات شبيهة. وهذا اللي أنا فهد الرفاعي قاعد أسويه حقيقة، أنا ما قاعد أخترع الذرة، أنا أروح عند مقاطع لعلماء أو مهندسين مشهورين، بس معظمهم بالإنجليزي وأحيانا بالهندي، أشوف مقطع أفهمه أقرأ فيه شوية أقوم أعطيكم المعلومة هذه باللغة العربية. أنا ما اخترعت الذرة، أنا ما اخترعت شيء من لا شيء، لكني أظهرت للمتلقي أني أنا إنسان متخصص في هذا الشيء وأني أفهم اللي شفته وقدرت أعبر عنه. مرة مرتين هذا راح يدخلك في مجال أنك تصير تبدع في التسويق عن نفسك. بعد ذلك في البروف في اللينكد إن، تروح على المجتمعات اللي في لينكد إن، في هناك جروبات، تدخل على الجروبات اللي انت تبغى تنتمي لها، مثلا في جروب للطاقة الشمسية في العالم العربي، او جروب لشركات او مهندسين الحماية في محطات الكهرباء في العالم، تدخل معاهم في الجروب تشوف ايش يكتبهم، تبدأ تتعلم منهم، راح تتعلم اشياء ما عمرها انقالت لك في الكلية، استاذك نفسه استاذك ما شافها ولا تعلمها. ليش؟ لأن أستاذك دائما قديم، وأنا أدعي أنا أقولها واحد من الناس، أنا معلوماتي قديمة. إيش السبب؟ السبب المناهج، إحنا ماشيين على مناهج،
ولذلك المدرب الجيد هو اللي يحاول يقرأ في المستجدات ثم يبدأ يوصلها للطلاب ويقول لهم ترى هذا الكلام كان زمان، الآن صار في عندنا تقنية كذا وكذا وكذا، هذا ما حتلاقيه في الكتب، لأن الكتب مؤلفاتها معظمها أبو 5 أو 10 أو 20 سنة أو أكثر. أما الحسابات اللي الشركات المصنعة للمحولات للبطاريات هذه هي اللي تنزل التقنية أول بأول، فأنت تأخذها من المجتمعات الاحترافية في لينكد إن زي ما قلت لك، أو تدخل على مواقع الشركات وتبدأ تفهم إيش الفرص الوظيفية اللي عندهم، وغالبا معظم الشركات يكون في عندها جزء لتقديم على التوظيف. إذا كيف نسوق لأنفسنا كمهندسين وفنيين حتى لو كنا لازلنا طلاب؟ لا تنتظر، لا تنتظر تقول لي لما أتخرج، لا لا تنتظر، ابدأ من الآن. إذا كنت في المستوى الأول والثاني والثالث ابدأ واكتب على حسابك ENG، خليهم يتريقوا ما هو مشكلة، بس اكتب إذا كنت مهندس، وإذا كنت تقني اكتب تك ما هو مشكلة، إذا كنت كهربائي اكتب إلكتريشن اكتب. أنا أنصحك تكون عندك هذه الثقة وإنت طالب. أنا النكنيم تبعي، النكنيم تبعي لما كنت زمان قبل 20 سنة أكتب في المنتديات كان اسمه البش مهندس. لسه أنا في طالب سنة أولى كهرباء، كنت لسه ما درست دوائر كهربائية وأنا مسمي نفسي البش مهندس. ثقة ما أدري، بس كده يكون إنه هذا من الأشياء اللي أنا قاعد أسوقها عن نفسي، يا جماعة أنا ترى بصير مهندس. فأنت لازم تعمل لنفسك براند. الأمور هذه ما حتيجي في يوم ولا ليلة، حتنتظر، حتحتاج منك أشهر وأحيانا سنة أو سنتين حتى تبني البراند. عشان كذا أنا أقول لك ابدأ من فترة يعني أول ما تبدأ مباشرة أول تدخل تخصصك ابدأ سوق لنفسك. اليوم درسنا والله قانون كيرشوف وعرفنا نسوي تصميم دوائر، أنا أروح أتكلم عن قانون كيرشوف بس من ناحية أخرى ما أتكلم فيها الدكتور، أجي أكتب لهم بوست كذا من هو العالم كيرشوف وإيش هي فكرة كيرشوف وإيش هي الفرق بينها وبين الحل باستخدام قانون أوم مثلا. أنا كثر كلمة نيوم على لساني فقلت نيوم، فقانون أوم. فأنت لسه جديد، الناس عارفين أنك جديد وكل الناس اللي حولك، وفي ناس ما يعرفون، بس أنت أظهرت لهم أنك بروفيشنال واحترافي وأنك أنت متأثر بتخصصك وأنت لازلت في المرحلة الأولى فيه. فمهم جدا أنك تعمل لك حسابات خاصة بالتواصل الاجتماعي تعبر عن مهنيتك، عن اختصاصك، عن تخصصك في الهندسة أو التقنية أو بشكل عام. هذا مهم جدا، تسوي حسابات تواصل اجتماعي عامة في التواصل الاجتماعي العادي وحساب في لينكد إن. حساب لينكد إن شباب أنا لو بيدي أطلب من كل طالب قبل ما يدخل بعد ما يسجل عندنا في الكلية أو في الجامعة يجب أنه يفتح له حساب لينكد إن ويجي يوريني بالحساب حقه. وأنا منزل فيديو في اليوتيوب 10 أخطاء يقع فيها اللي يفتحوا حسابات في لينكد إن. أنا حطيت الأخطاء عشان أنت تشوف الخطأ فما تسويه فترتب شغلك. فلو رحت على اليوتيوب وكتبت أخطاء لينكد إن فهد رفاعي في اليوتيوب حيجيك الفيديو، فيديو قصير تقريبا 10 دقائق وموضح لك الخطأ وإيش الأشياء اللي أنت لازم تسويها. هذه أنا أنصحها صراحة إنه تشوفوا الفيديو هذا. حساب لينكد إن مهم جدا. طيب إحنا الآن قاعدين نكون براند، والبراند هذا بعد ما يكبر شوية خلينا نقول صار عندنا 200-300 متابع، أنت قيمًا تتابعهم تنقى الناس اللي تتابعهم، ما هو تروح تفتح تويتر يقول لك نقترح عليك المشهورة الفلانية ولا المشهورة العلاني وانت على طول تأد فولو، لا انت اختر الناس اللي تتابعهم، لانه تويتر راح يفهمك او لينكد ان راح يفهمك وراح يعطيك دائما سجستشن او اقتراحات للناس اللي في مجالك. فخلي الفولورز اللي عندك او الفولوينج دائما متناسقة، يعني
المتابعين اللي تابعوك قريبين منك، قريبين من فكرك، واللي انت تتابعهم قريبين ايضا منهم. كذا ان انا لما ادخل على حسابك وعجبني في موضوع مهني وحاب انه افهم من هذا وراء هذا الشخص، ادخل اول ما اسوي انا، هذا قاعدة عندي انا عشان اعرف جدية الشخص، اول شيء ادخل على تويتر او اي حساب اشوف الفولورز او اللي انا مسوي لهم الفولورز اللي انا اتابعهم، اشوف هل هو قاعد يتابع ناس زيه في نفس الاهتمام. والله هذا متابع فهد رفاعي، او هذا الكهرباء والطاقة، هذا مهندس، معناته شكله مهتم زي فهد رفاعي. ما هو تسويق لقناتي، لان قناتي صارت براند خلاص ما احتاج اسوقها، واضح؟ هذه الثقة مطلوبة ترى. لا انا امزح، بس مهم جدا انه تبحث عن اشياء او ناس تشبهك، مهم جدا. تبقى اشياء ترفيهية ما يمنع تويتر سوي لك 10 حسابات. نيجي لقضية بعد ما صير براند كيف نسوق انفسنا. التسويق هو انك زي ما قلت لك تتحرش بالحسابات اللي لها علاقة بتخصصك. تشوف شركة معينة نزلت منتج معين، تقني، مهندس، هندسي، كذا، تعمل له ريبوست، تعمل له إعادة فلور، يعني تغريدة، فالناس راح يسووا لها إعادة، وراح يظهر من اللي سوى الفلور الريبوست، راح يشوفون انه انت اللي مسوي الريتويت، فراح يجيك متابعين اكثر. طيب هذا المتابعين غالبا ما حيجوك الا لانهم ماخذين نفس اهتماماتك، وهنا تبدا عندك عمليه التسويق الين ما تطيح في ناس مهتمه بمن وراء هذا الحساب فعليا وايش هي قدراته. هنا يبداوا يروحوا مباشره على الدي ام ويرسلوا لك دايركت مسج او الرساله خاصه ويسالوك معك فلان الفلاني، ممكن اني اوصل لك او اتواصل معك، في طريقة تواصل معك، في حيبدأ الافكار تيجي هنا. اوكي ممكن يرسل لك وتتصل معه او يتصل عليك ويطلع كلام فاضي، ممكن، لكن في عدد جيد يوصل ايضا يكون عندهم احترافية وهم فعلا قاعدين ينقبون ويبحثون. كثيرين، نعم كثيرين، لكن اللي يوصلوا لك هو اللي مهم كثيرين، لأنك أنت لسه قاعد تبني المجتمع الخاص فيك. بالضبط يا هايدي، هذا هو طريقة تكبير مجتمعك الخاص والدائرة العلاقات. طيب هل هذا كافي إني أفتح حسابات وأبدأ أشارك وهذا؟ طبعا ما هو كافي، لكن هذه خطوة مهمة جدا، لأنه بدون هذه الخطوة انت ما راح احد يعرفك، انت في بحر من المهارات والمتخصصين، فكيف الناس حتبحث عنك انت مباشره؟ لابد انها تلقى عليك طريق، الطريق هو حسابات التواصل الاجتماعي. بعد ذلك، بعد ما صار الناس توصل لك، انت لازم توصل لهم، يعني زي ما انت قاعد هم يتابعوك انت تابعهم، بس تأكد إنهم اهتماماتهم شبيهة من اهتماماتك. طيب نيجي للخطوة اللي بعدها، وهي كيف أنا أستفيد من الفولورز، أو كيف أستفيد أنا من المتابعين أو اللي تابعوني. هل نكتفي فقط بإنهم والله نشوف بعض في تويتر ونسكت؟ لا، ما في مانع إنك عن طريق الردود تحتك فيهم وتسأله، وتبدأ تشوف على مدى تعمق الشخص اللي انت معاه، تبدأ تتعمق معاه في المعلومات، في الأسئلة، كأنك قاعد تكتسب خبرة أو قاعد تحاول تتعلم منه. بعد ذلك هو إذا كان جاد وراح يفيدك، راح دائما هذا اللي يحب الخير دائما حيفيد، يعني حيرد عليك أو حيدور لك أو حيرسل لك، إذا أعطيته إيميل بيجاوبك، وهذه هي البداية. هنا نيجي لنقطة مهمة اللي أنا ذكرتها أو حطيتها في بوست لفيديو لمعالي وزير الاتصالات السعودي عن المهارات الناعمة. المهارات الناعمة جزء منها تكوين الكونكشن، تكوين العلاقات، كيف الناس تعرفك وكيف تكسب من هذه المعرفة.
لا تقول لا والله انا ما انا مصلحجي، ما في حاجه اسمها ماني مصلحجي. احنا في هذه الحياه كلها احنا نتمصلح من بعض، هذه سنه في الحياه. اذا ما تمصلحت من احد معناته انت فوت على نفسك منفعه، اذا هو وجد مصلحته عندك وما تمصلح معناته هو فوت عن نفسه ايضا مصلحه. فالمصلحه ما هو عيب اذا طلبتها او اذا طلبت منك، في الاخير احنا مسخرين لبعض. فاللي قادر يوصلك لمسؤول انت ما يمكن انك توصل له يوصلك اذا انت ما طلبت هذه المصلحه. والمسؤول هذا ما راح يوصلك للجهة هذه اللي مثلا تبغى خدماتك مثلا إذا ما هي لك لها مصلحة عندك، لأن هي تبغى مصلحة خدماتك، لأن هي متمصلحة فيك منك. فلا تأخذون كل الأمور بحساسية. قل لك سوي علاقات، قال لا أنا إنسان عندي مبدأ أنا ما أحب الواسطة. يا أخي مين قال إن الواسطة حرام؟ الواسطة الحرام، وما ودنا انا اقعد افتي لكم، انا ماني فاهم في الاشياء هذه، لكن اللي قد ياتي من وراها شيء محرم هي اللي انت تاخذ حق غيرك. لكن انت واحد توسط لك انك تصل لجهه معينه او يعرفك بشخص معين او يقدمك لمسؤول معين، وين الحرام هنا فيه؟ وخلها تصير واسطه، خلها تصير واسطة. الواسطة هذه أحلى شيء موجودة في العلاقات الوظيفية المهنية. لو ما العلاقات والواسطات بصراحة ستجد ناس كفاءاتهم متدنية حيقعدوا العمر كله ما يتوظفوا، بسبب إنه كفاءاتهم متدنية مثلا، ما عنده خبرة، ما عنده كفاءة علمية مثلا، معدله مقبول، خلاص هذا يرموه. لا، هذا يبحث على الاوبشن 2 اللي هو العلاقات والواسطة. فمهم جدا، مهم جدا تكوين العلاقات. وانا زي ما قلت لكم العلاقات في العصر الحديث هذا، في عصرنا هذا، هي تبدأ تظهر بالتعارف، بالتواصل الاجتماعي في الحسابات. فهنا احنا سوينا براند، او حاولنا نسوي براند اللي هو احنا كفنيين او كطلاب او كمتخصصين، ونحاول قاعدين نسوق البراند لهدف اننا نصل لايش؟ قد يكون هدفنا الوظيفة. فاذا استفدنا من هذا التسويق اننا نصل لوظيفة، احنا حققنا هذا الهدف. قد يكون مو هدفنا وظيفة، احنا اصلا موظفين بس هدفنا نروح لشركة افضل. فهنا الناس راح تعرف انك انت مهتم كذا، بيجيك عرض وظيفي بيقول لك تعال عندنا. كم يعطوك؟ احنا بنعطيك زيهم او اكثر شوية او اقل. تبدأ انت هنا في تاخذ الاوفر. والله العظيم يا شباب، انا الكلام اللي اقوله هذا مش يعني سحر ولا كلام غير حقيقي، والله العظيم هذا مجرب على اخوكم نفسه. انا تجيني في الدي ام او في الدايركت مسج طلبات مباشرة، نبغى خدماتك يا فهد. وتوظفت وأنا موظف بعقود جزئية، وتركت العمل لظرف معين سنة كاملة وتوظفت عن بعد عن طريق لينكد إن. والله أنا ما يعني ما أعرفهم، هم يعرفوني، ولما عرفتهم وصار بيننا لقاء أنا ارتحت لهم، وبالتالي صار عندنا بزنس واشتغلت معاهم سنة كاملة وانتهت مصلحتهم معايا، وأنا أخذت مصلحتي منهم وأنا رجعت وظيفتي، وهم أخذوا وتطوروا وهم استفادوا من إمكانيات اللي كانت عندي. بس أنا وصلت وهم وصلوا. كيف؟ هم في الرياض وأنا في جيزان. كيف؟ تواصل اجتماعي. فإحنا عندنا نعمة للأسف قاعدين نستفيد منها، صح، بس نستفيد منها جزئية. لكن إذا حاب تضخم وتعظم الفائدة من هذه، حاول تبني لك براند شخصي. لما أقول براند أنا ما أتكلم عن منتج
حقيقي يعني، تروح تسوي لك من الصين منتج وتيجي تحط عليه صورتك تقول لهم هذا براند كوب ولا لا، انا اتكلم انت البراند. طيب تقدم ايش؟ هذا اللي انا اقوله، ايش تقدم؟ ما ادري، هذا هنا ملعبك انت، ورنا ايش اللي بتقدمه. فالتسويق للأسف ما يدرس في الجامعات، أنا أتكلم عن تسويق المهندسين والفنيين والمتخصصين لأنفسهم، ما يدرس. ليش؟ لأنه ما هو لاحقين أصلا يعلموك المادة العلمية، هم فاضيين يعطوك تسويق. لذلك الله يرحمه كان عندي زميل اسمه فهد الفهيد، الله يغفر له ويرحمه، هذا كان زميل لنا في كلية التقنية في الرياض، وهو كان متخصص في هذا الملف، كان عنده كتاب اسمه موجود أظن في جرير تقدر تشتروه، كتاب اسمه أنت علامة ماركة أنت ماركة أو حاجة زي كذا، يعني أنت براند، كأنه يقول لك أنت براند أو سوق ذاتك. يعني الكتاب قص صغير كذا، أنا أنصحكم تبحثوا عنه. صاحب الكتاب الله يرحمه اسمه فهد الفهيد، هو مشترك مع مؤلف ثاني أعتقد اسمه سعد الحمود، أو إذا ما أخاب ذاكرتي ما خانتني. فالكتاب جميل جدا، وأيضا في كتب أخرى تقدر تبحثوا عنها في الإنترنت، ممكن تنزلوها PDF مجانا، اسمها عن تسويق الذات، تسويق سوق نفسك، كيف تكون علامة تجارية براند، أو كيف تكون علامة تجارية، أو أنت علامة تجارية، أو أنت براند. في كتب كثيرة أقرأ فيها في هذا المجال. في كتاب ثاني اسمه، بس والله هذا شوية يعني ما هم، بس يعني هو فيه يتكلم عن الجزئية هذه، اسمه ثاني لفة يمين، أظن اسمه ثاني لفة يمين، مؤلفه طبيب سوري، طبيب أسنان أظن، والله نسيت اسمه، أمجد أظن اسمه أمجد، والله ناسي. الكتاب موجود هنا بس ما بقوم أدور له، كثير الكتب هنا. أيوة ثاني لفة يمين بالضبط، هذا أتوقع هايدي هنا تقول إنه اسمه ثاني لفة يمين، وعنده كتاب أظن ثاني، بس أنا اللي قريته هذا ثاني لفة يمين. في بعض جزء من الكتاب يتكلم عن البراند. صحيح التركيز على كونك كيف تكون انت البراند هذا مهم جدا، هذا راح يخليك تشعر بان لك قيمة، وبالتالي تحتاج انه الناس تعرفها وتحتاج انك تسوقها. فهذا حقيقة كان الموضوع اللي حاب ان اقوله، لكن كنت اضفت ايضا في العنوان قلنا كيف تسوق نفسك وفرص ضائعة. في هناك فرص الآن للأسف ضائعة عند طلاب أو المهندسين أو الفنيين، ما يستغلوها الاستغلال الأمثل. أحد هذه الفرص هو إنك تكون مدرب زي حالتي أنا. في إيش تدرب؟ في تخصصك، اختر موضوع أنت جيد فيه تعلموا، اجلس 3-4 شهور تتعلموا، احترفوا، روح لمواقع بيع الكورسات زي موقع يودمي، وهذا اللي انا مسويه فعليا، وافتح لك حساب عندهم مجانا ما ياخذوا عليك ولا شيء، وابدأ سجل فيديوهات بجودة، هم يحطوا لك المواصفات، سوق هذه، ارفع هذه الفيديوهات. الكورس ما يتجاوز ساعة ساعتين، ما يحتاج يكون عندك كورسات، انا كورساتي تصل لثمان ساعات، لا انا ما وقت اسوي زي كذا، ساعة ساعتين كورس وارفعه على يودمي وسوق له في حسابك على تويتر أو في اليوتيوب أو كذا. بس اعتني بالجودة حق المحتوى، وخلي المحتوى ما هو شرط يكون جديد مرة، لا ما هو شرط جديد، بس خلي المحتوى يكون مطعم بنكهة خاصة للبراند حقك اللي هو أنت، خلي الناس تتعرف. ايش الفائدة من البراند هذا؟ هذا عشان الدورات هذه عشان تجيب لك فلوس؟ لا ما هو هذا الهدف، هي بتجيب لك ان شاء الله فلوس، بس الهدف الاسمى هي راح تسوي لك تسويق. وراح اعطيك قصة الان، ابعطيكم قصة بختم فيها هذا الكلام.
اتصلت علي شركة، والله الشركة هذه شركة كبيرة جدا، ما اتحفظ اني اقول اسمها، لكنها مش يعني مش زي مش ارامكو، بس هي شركة معتبرة في السعودية. تواصلوا معاي في لينكد ان، هذا واحد ثاني غير الشركة اللي توظفت عندهم بارت تايم، عقد جزئي هناك كان. قالوا لي فهد انت فين شغال؟ قلت لهم انا شغال كذا عندي، اصلا هم عارفين كل شيء واضح عندي في حسابي، المفروض ما يسألني، بس هو بغى يفتح معايا سوالف. فقلت له كذا وكذا، قال لي ما ترغب تنتقل للعمل معنا؟ كذا صدمة، ما ترغب تنتقل للعمل معنا؟ انا ايش سويت اول شيء؟ هو متابعني بس انا ما انا مركز فيه. اول شيء سويته ضغطت على البروفايل حقه. مين انتم؟ اول ما شفت البروفايل وشفت البوزيشن اللي هو ماسكه، موقع هو في الشركة، هو مش موظف عادي، لا هو موظف تحته ادارات. فاستغربت، قلت له والله انا اتشرف اني اعرفكم واتعرف عليكم كذا، على طول عطني ايميلك. انا ارسلت ايميلي. اليوم الثاني في ايميل رسمي من الشركة، احنا كذا 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 ونبغى نتواصل معاك عشان وظيفة. قلت له طيب وكذا في الايميل، طبعا ارسلت له انا ابغى تفاصيل عن الموقع، ايش العرض، ايش المسمى الوظيفي. طبعا في البداية انا مسوي نفسي ماني مهتم بالراتب، فقلت له ايش الوظيفة وايش العرض وهذه الاشياء وفين موقعها وكذا، وارسلوا لي تفاصيل كل شيء حتى مسمى الوظيفة هم اعطوني، ورديت وقلت لهم لا هذا المسمى انا ما ابغاه. قالوا لي اجل ايش تبغى؟ قلت لهم انا ابغى شيء له علاقة بالطاقة الشمسية، سولار انجينير حاجة زي كذا. قالوا لي طيب، ويرسل لي ايميل ثاني اي قال لي احنا حنعدل المسمى الوظيفي. شفت الجدية اللي هم يتواصلون فيها؟ هم يبغون مصلحة منك عادي، وانا ادري انهم يبغون مصلحة مني، بس بالمقابل انا راح ايضا اجد في مصلحة عندهم. طبعا ارسلوا لي دعوة لمقابلة، وهي بعد ما انا رفضت، يعني انا اعتذرت لهم باسلوب محترم، لان لازم تكون بروفيشنال في ردودك ولازم تنتبه لهذه الاشياء، لانهم هم راح ينقلوا اسمك لشركة ثانية، راح يتسامعوا الناس عن طريقهم. هذه يسمونها اللي هي كلمة الفم اللي راح تتناقلها الناس، ما ابغى اقول المصطلح بالانجليزي ويزعلوا علي يمكن يطلع غلط، اظن وورد ماوث والماوث وورد، بس هي لهم عبارة كذا يقولونها. فانت الان صرت زي ما تقول الامباسدور، السفير حق البراند حقك، فلازم تكون محترم ولازم تكون محافظ عليه ولازم تنتبه ما تقول كلام ينحسب عليك بكرة. فلما شافوني اني انا اعتذر وشافوني مصر على ان الاعتذار، قالوا لي احنا نبغى ندعيك لمؤتمر، وارسلوا لي خطاب وتذكرة طيران وفندق. انا قلت يلا، هم يبغوني احضر معهم المؤتمر، وهذه من الاشياء البي ار اللي يدفعوها الشركات عشان يسوقوا لانفسهم. رحت وحضرت وكذا، في المؤتمر مسكني واحد منهم من المسؤولين على جنب، قال لي يا فهد، طبعا مسؤول كبير، هذا اللي تفاجأت فيه، قال لي فهد ليش ما تبغى تيجي معنا؟ قلت له والله ما انا اتمنى اجي معكم، بس هو المكان كان بعيد عني، والله بعيد راح انتقل نقلة نوعية واجتماعيا صعب علي وعلى اولادي. قال لي يا فهد انا اللي انا اتكلم معاك الان، انا مشترك في دورة من دوراتك في يودمي، والله العظيم طلع مشترك في دورة الطاقة الشمسية اللي اقدمها في يودمي. ويقول لي لولا الله ثم دوراتك ترى والله ما نسمعنا عنك شيء، على كثر انتشاري انا في حسابات التواصل الاجتماعي، بس هم ما عرفوني الا من خلال دورة، والدورة هذه اشترك فيها واحد موظف عندهم وارسلها لهم وشافوها، شافوا واحد يتكلم كذا عجبهم تواصلوا معه.
وهم كان عندهم بوزيشن في نفس الشيء اللي انا اتكلم فيه، فاعتقدوا انه انا قد اكون الشخص المناسب. بفضل الله رغم اعتذاري ارسلت لهم 2 ماجستير في نفس المجال اللي انا اشتغل فيه، وواحدة منهم آنسة وتوظفت، والثاني ما عجبوا العرض وتركوا. فهذه القصة اللي أنا حبيت أختم فيها الحقيقة، أو أختم فيها هذا اللقاء، وأتمنى إنها كانت يعني أو كان البث له معنى حقيقة، لأن والله هذا الشيء من الأشياء اللي أنا أحرص فيها، وتلاقيني دائما أقولها لطلابي، دائما أقولها لطلابي إنه احرصوا على التسويق أنفسكم في المجتمع الصغير اللي انتم فيه، في اي مكان، في اهم شيء انه بس احنا الان في التواصل الاجتماعي نقدر نوصل بشكل اسرع. طيب باقي تقريبا معايا ربع ساعة نقدر نخصصها لنقرا الاسئلة. والله الاسئلة طارت هناك، اذا تحب تعيدوا اللي سألوا فوق يقدروا يعيدوا مرة ثانية، لاني اذا حطيت يدي بلعب بالشاشة وانا والله لسه جديد في البرنامج هذا، خاف اخرب. ثامر يقول دكتور فهد، أنا مو دكتور على فكرة، أنا ماني دكتور، أنا طالب هندسة كهربائية ثالث سنة والمعدل وسط، كيف أسوي؟ والله شوف، لما نقول لي وسط معناته 2.5 من 5 أو 2 من 4، هذا هو الوسط. إذا أنت معدي نصف الفترة فأنت أوكي في الكريتيكال بوينت، أنت في منطقة حرجة. بس نصيحتي تبذل جهد مضاعف، لأنه مهم جدا والله. المعدل حاول إنه ما ينقص عن الجيد قدر الإمكان، قدر الإمكان. المقبول والله معليش هي قاسية، لأنه البعض يتخرج بمقبول، بس الأيام هذه اللي يتخرج بمقبول شوي صعبة. حاول إنك ما تصل هذه المرحلة، وإذا قدرت ترفع إلى الجي بلس سي بلس بي حاول. أسامة يقول تنصح تطوع بالمكاتب الهندسية، هذا اللي قلته أنا لكم أمس أو قبل أمس والله ناسي. أيوة تطوع إذا حصلت فرصة تطوع. أفضل مسمى وظيفي الخريج القوة الكهربائية، ما في، هو اسمه مهندس كهربائي، ما في مهندس خريج قوة كهربائية يسموه مهندس قوة كهربائية، هو يسمى مهندس كهربائي. حتى لو انكتب في السي في عند في الشهادة قوة كهربائية، بس ما يقولوا لك مهندس قوة، لأنك أنت مهندس كهربائي مسار قوة. أيضا الفني نفسه. سمبوسة تقول إيش أهم دورة لحديث التخرج؟ قلت هذا الكلام أمس، صعب جدا إني أقترح عليكم دورات. الدورات يجب إنك أنت تعرف إيش اللي تحتاجها، حط قائمة إيش المهارات اللي أنت جيد فيها، وقائمة إيش المهارات اللي أنت مو جيد فيها. شوف المواضيع حقها تروح تبحث عنها. مثلا أنت مو جيد في المحولات، تروح تبحث عن دورة في المحولات. أنت ما تفهم في المحطات التحويل والسبستيشن تروح تبحث عن دورة تشبهها، وهكذا. أنت مهتم بالطاقة الشمسية بس ما درستها وتبغى تتعلمها، تروح تبحث نفس الشيء. مجال التشغيل الصيانة نعم جدا مهم ومفيد، وهو الأكثر حقيقة، اللي هو أبونا مجال التشغيل الصيانة، هو أبو المهندسين والفنيين في العالم العربي. نحن ما عندنا اختراعات كثيرة ولا عندنا مصانع. هل الماجستير صار مهم للمجال العملي ولا الخبرة؟ الخبرة أهم من الماجستير، الخبرة أهم من الدكتوراه، الخبرة أهم من أي دراسة، الخبرة أهم من شهادة البكالوريوس حق الهندسة. أنت لو أنت صاحب خبرة فني لك 10 سنوات، أطلق من واحد جايب 5 من 5 في الهندسة الكهربائية. فالخبرة أكيد هي الأهم. الشهادة مجرد ورقة تقول للناس ترى هذا فلان يدعي أو ما يدعي، نشهد له أنه فاهم في الموضوع اللي درسه عندنا بس مو خبير. فالخبرة هو الأهم. الخبرة أهم من المعدل؟ نعم، إلا عندما تكون موظف جديد.
لما تكون توك ما قد اشتغلت مرة، يعني قصدي كيف خبرة معدل؟ انت الخبرة معناته انت متوظف، ليش تبغى معدل؟ الخبرة يعني انت عندك وظيفة، معدل ما ادري يعني كان قصدك كمل دراسته. تطوير الذات مهمة، نعم دورات تطوير الذات. أختنا هنا هايدي ما شاء الله مثرية الحوار واللقاء، الله يعطيها العافية، وشكرا لك يا هايدي على ردك على زملائنا أيضا، لأني أنا والله ما لحق أحيانا أشوف إيش أهمها، مهندس كهرباء الموقع يا هندسة. يختلف إذا كان مهندس إنشائي، هو غالبا مهندس إنشاء مقاولات، يعني هو مهامه غالبا الفحص أو المتابعة أو الانسبكشن بعد في البداية التصميم، أنك أنت اللي بتصمم وتوزع النقاط الكهربائية وخطوط الكيابل وكذا، وبعد التركيب أنت وأثناء التنفيذ أنت مهم تتأكد من تركيب وفق المواصفات. هل اسم الجامعة مؤثر جدا عند التوظيف؟ والله ما أدري يا مستر إكس، ما عندي تجربة والله، لأن أنا شايف ما شاء الله مهندسين من جامعات ناشئة وشغالين في وظائف محترمة. أعرف مهندسين شغالين في أرامكو متخرجين من جامعة ناشئة، جامعة جديدة يعني حديثة، وشغالين في أرامكو، في أرامكو الأم نفسها مش في مع مقاول، فقد يكون ليس بذات الأهمية. البث يقطع، والله ما أدري، عندي جيد الاتصال. ليه التقديم الإلكتروني 70-80؟ ما فهمت والله أحمد سؤالك. أنا طالب هندسة كهربائية خريج الشهر القادم، معدلي جيد إن شاء الله. فرصك عالية بإذن الله، فرصك جيدة مع 3.75. يا سلام يا سلام، لو حولتها لأربعة ونص، يا والله ما أدري، إذا أنت خريج صعب توصل لأربعة ونص، إذا أنت على وشك تخرج باقي لك ترم أو سنة صعب تقفز من 3.75 إلى 4.5 إلى إذا جبت لي كلها A بلس، لكن 3.75 ترى حلو، حلو مرة، والأربعة حلو، والأربعة ونص أحلى، ثلاثة حلو برضه. معقول لازم نشغل VPN عشان ما يعلق؟ أنا ماني مشغل VPN، ما عندي أي. هل العمر يؤثر سلبا على الخريج؟ تقصد إذا تخرجت شوية وأنت كبير في السن؟ ما إن شاء الله ما يؤثر، إذا كان معدل جيد وأنت عندك متطلبات السوق. هل مقررات المؤسسة قوية ومفيدة بسوق العمل؟ تحتاج تحديث، تحتاج تحديث مقررات المؤسسة، تحتاج تحديث. حيزعلوا مني أنا أدري، بس خلاص قد أكلتها زمان، قلتها زمان وزعلوا وانتهى. بس هذا دورنا احنا، مسؤوليتنا احنا كمدربين، المفروض اننا نساهم بالرأي للمسؤولين في هذه الجهة، نقول لهم ارفعوا، نرفع تقارير ونقول لهم ايش الخلل وايش الاشياء اللي ناقصة، فما نرمي دائما الخلل المشكلة على الجهة، احنا ايضا مقصرين حتى كمدربين. والله العمر ما أنا ما فهمت، يعني هل العمر مهم جدا؟ الإنجليزي مهم، يعني أنا لو تخرجت بسبب ظروف، تخرجت عمري 27 من الجامعة، إيش ذنبي؟ طيب ظروفي كذا. في بعض الدول أنت تقدر تعمل سكيب على سنتين ثلاثة في الجامعة وبعدين ترجع تكمل، يصير عمرك حول 27-26، إيش المشكلة أخي؟ أنا أعرف في دول عربية تقدر تعمل سكيب، تدرس سنة سنتين وتعمل سكيب تروح تشتغل في أي دولة ثانية سنتين بعدين ترجع تسوي التشغيل من جديد وتتخرج، بس تكون سنك كبير شوية.
والله ثامر، نعم في ناس يطولوا في هذا، والسبب هو المكابرة، لأنك أنت إذا شفت نفسك أول سنتين صعب عليك الأمور، ليش تكابر وتضيع أكثر من كذا؟ الإنجليزي مهم، أنا أتفق أتفق أتفق، الإنجليزي مهم، والله الإنجليزي مهم، ولكن أنا حقيقة ما ودي أحبط الناس كلها، إنه بعض عنده صعوبة في تقبل اللغة الإنجليزية أصلاً، هو ما يبغى يتعلم، هو يبغى يتعلم بس إنه ما هو متقبل اللغة، هو يشوف إن اللغة هذا نوع من الترف، وأنا عندي الناس لما يجي أتكلم لهم وأقط كلمة والله بدون قصد بالإنجليزي، يقعد نص ساعة يتريق علي، أنت تقصدك كذا، إيش هذه الكلمة؟ بس هذا مو متقبل، مهما حاول تقول له تعلم كذا ما هو متقبل، هو يشوف انه ليش احنا في بلد عربي ندرس بالانجليزي، هذا السيستم حق النظام التعليم، مو انا وانت اللي نغيره، مو انا وانت، واحنا الان خصوصا في الخليج وفي السعودية بالذات، انا دائما احاول ان اقول للسعودية والخليج والعالم العربي، لانه في متابعين محترمين معنا من كل الدول هنا، حاول اني ما اقتصر الكلام فقط على السعودية، لكن في مجتمع الان صار اجنبي كبير عندنا يشتغل معانا، فكيف حنشتغل معاهم احنا اذا احنا نفتقد اللغة؟ واحنا دائما نقول الكوميونيكيشن هي اهم شيء، التواصل، طيب اذا ما عندنا لغة كيف حنتواصل؟ هذه الامتيازات، انه احد يخلق او يكون مولود في بيئه مهتمه بالانجليزي هي نعمه من الله، لكنها حقيقه ما هو بالضروري انه الانسان يكون مولود لاب متحدث انجليزي عشان يتقن الانجليزيه، احنا ما نحتاج اتقان الانجليزيه، انت لو جبت لي 4 في الايلس كثر الله خيرك، انا هذا اللي احتاجه كمهندس، 4 في الايلس، 4 ترى ما هي صعبة، تقدر تجيبها أيضا في الستب، فجرب تطور إنجليزيتك ارفعها إلى 4 4.5، يعني إذا أنت مرة توب ما نحتاج حتى 5، نبغى تفك بس الكلام مع زميلك أو رئيسك أو أي كان، أو تقرأ الكتالوجات حق المصنع أو حاجة زي كذا. ثامر نعم، الإنجليزي اللي درسته في الجامعة كافي جدا جدا جدا، اللي هي 3 كورسات اللي أنا درستها في جامعة الملك سعود، والله طورتني بشكل جميل جدا، درست أنا 3 كورسات أظن أو كورسين، والله نقلتني، كان في أساتذة حقيقة كان يدرسون كنديين، يعني ناس يعني متخصصين ولغتهم إنجليزية أصلا، وحتى في جنسيات أخرى زي الهندية، في نوعية أصلها الأكسنت حقها بريتش، يعني إنجليزي بريتش، أنا عارف إنه بيجي كلام بعد شوية لا لا ترى عندنا وكذا، لكن في نوعية والله الأكسنت حقهم مقبول، يعني لا تحولون دردشة إنجليزي. إيش المتطلبات دراسة دكتوراه في الهندسة؟ someone loves the creativity، أحدهم يحب الابتكار، والله أنت تسألني سؤال، أنا أتمنى لو أعرف المتطلبات هذه كنت كملت أنا الدكتوراه بنفسي، لكن أهم متطلب لدراسة الدكتوراه هو يكون عندك ماجستير في الهندسة الكهربائية، وآيلس 7 في الجامعات الأجنبية، آيلس 7. وهل تخصص الكهرباء توظيفه كويس؟ نعم توظيفه كويس، توظيفه أقل من زمان بس يوظف، لازال في يوظف، 6.5 هذا يعني شركات مرة يعني، بس أنا أقول لك إذا تبغى تكون تنزل السوق 4 كثر الله خيرك، بعدين تطور، يعني هو 4 هذه بتيجي مع الوقت. إيش وظائف تخصص الآلات؟ أكثر وظائف تخصص الآلات يكون لها علاقة بالمصانع، بالسيور، مصانع الإسمنت، مصانع التعبئة، مصانع الإنتاج، خطوط الإنتاج، المصاعد، هذه كلها لها علاقة بالآلات. وش رأيك في الهندسة المدنية؟ هذه الهندسة المدنية أمنا،
هي أم الهندسة. أنا دائما أحترمهم لأنهم حقيقة هم 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 الأساس. هندسة المدنية، أنا درست استاتيك وديناميك، والاستاتيك كان هي حق الفيزياء حق المدنيين. أكيد الهندسة المدنية تخصص جميل ويوظف أسرع من كل التخصصات، وبالمناسبة يقولون إنه أسهل بكثير من كل التخصصات الأخرى. أنا ما أدري بس يقولون، أنا أعرف ناس كان زملائي وحولوا مدنية وتخرجوا بسرعة. أخي الجوال علق على إيش وظائف آلات؟ وظائف الآلات قلنا في شركات، في المصانع، في الجهات المصاعد، السيور، أي مصانع، أي خطوط إنتاج اللي فيها مصانع فيها خطوط إنتاج، سيور، محركات، مضخات، دينموهات، هذه كلها، القطارات الكهربائية، الأوناش، الكرينز، الرافعات، هذه كلها لها علاقة بتخصص الآلات. إيش أفضل تخصص؟ باور كوميونيكيشن. ما فهمت والله السؤال. الكوميونيكيشن تخصص وباور تخصص. الميكانيكية، الميكانيكيين والله ممتازين، أحبهم، وهو تخصص جميل وصعب على الفكرة، بس إحنا صعب، هم صعب من ناحية إنه تف ثقيل كذا، في فيزياء عميقة يعني. وعلى فكرة معظم العلماء أكثرهم ميولهم ميكانيكية، تسلا كلهم هذول لهم اختراعات ميكانيكية. فالميكانيكية برضو ما أقدر أتكلم فيها لأني ما أفهم فيها كثير، بس زملائي اللي كانوا يدرسونها كانوا يشتكون، للأمانة كانوا يشتكون من صعوبتها. هذا وإحنا اللي نشتكي لهم يقوموا هم يشتكون، وكل واحد صار في تحديات، إحنا أصعب وأنتم أصعب، وفي الأخير الحمد لله الله يسرها وهم متخرجوا. إيش أفضل تخصص؟ أيهما، الطاقة أو الاتصالات؟ التوظيف الطاقة، الباور أسهل في التوظيف، أكثر أسرع في التوظيف، وأسهل في الدراسة. الاتصالات فرصها أقل لكنها تخصص صعب، واللي يتخرج مهندس اتصالات هذا سلعة نادرة، ما هم بالسهولة، خصوصا إذا كان فاهم. أما مجرد والله يتخرج وبس هذا موضوع ثاني، بس الاتصالات ما يوظف زي الطاقة. الطاقة أو الباور أو القوة توظف أسرع في كل مكان في الدنيا، الباور توظف أسرع، لدرجة أني شفت مهندسين قوة باور شغالين في شركة الاتصالات. سلطان ليش هايدي ما هي مهندسة؟ شكلها مهندسة. طيب الله يسلمك، الله يسعدك. أو صيدلانية، أنا ما قلت اليوم الموضوع خاص، هو اللي قلت في المقدمة، قلت الموضوع هذا قد يفيدك تسوق نفسك أيا كان تخصصك، بس بحكم أن القناة كهربائية وهندسية فأنا حطيت في العنوان كيف تسوق للمهندس نفسه، لكن الكلام بعدين في المقدمة أنا ذكرت أنه ممكن أي واحد يسوق لنفسه. بالمناسبة أنا أذكر لما قدمت دورة في جامعة عفت في جدة، كنت رايح قسم الكهرباء للبنات، فلما دخلت القاعة وجدت 120 بنت، بعدين اكتشفت إنه اللي متخصصين كهرباء بس يمكن 40 وحدة، والباقي كلهم متخصصات ثانية، حاسب وكذا. فما هو بالضرورة، مع أني كنت أتكلم عن هندسة كهربائية بحت وقتها في الدورة، بس اللي عجبني انه في ردة فعل، انه والله قدرت ان حتى اقنع بعضهم انهم يحبوا الكهرباء، بس ما ادري تخصصوا فيها ولا لا. فانا عندي هذه الميزة، انا عندي اني اخلي الناس تحب التخصص حقي، اعرف اسوق للتخصص، وهذه من المهارات اللي تعلمتها معكم هنا في التواصل الاجتماعي، اني أقدر أوصل تخصص حقي بحيث أنه أخليك أنه هو أفضل تخصص في الدنيا. ولكن طبعا كلام هذا يعني فقط تحزبا لتخصصي ولزملائي، لكن أنا متأكد كل زميل
شافوا تخصصه يشوف تخصصه يتحزب له، هذا طبيعي وصحي. إذا شافوا الصعوبة التخصص راح يزعلون منك. لا لا بإذن الله إنهم ما دخلوا إن شاء الله إنهم ما دخلوا. لا لا هم ما هو ما أدري هم دخلوا ولا لا. أيهم أفضل؟ والله ما يا شباب لا تقول لي أيهم أفضل وأسهل وأصعب، ميكانيكا ولا كهرباء. أنا إيش دراني؟ أنا درست فقط كهرباء، وكمان ما درست كل أنواع الكهرباء. أنا درست أوكي كل أنواع الكهرباء بس تخصصت في الباور. لكن تسألني عن الاتصالات، أنا درستها كمقررات لكن ما تعمقت فيها. مو حدود المعدل المقبول، قدر الإمكان قبل المقبول جيد. الحد الأدنى أعتقد في أي سوق عمل في العالم الجيد هو المقبول، المقبول غير مقبول إلا ما شاء الله. زمان المقبول كان يوظف ما كان فيه، لكن الآن صار خريجين كثير، فالمقبول صار يستبعد إلا إذا كان تميز في المقابلة الوظيفية أو كان عنده علاقات جيدة وهو يعرف يسوق نفسه. المعدل هنا ما له أي قيمة. وأعرف ناس مسؤولين في شركات كبيرة لو أقول اسمها تتفاجئون، والله العظيم رؤساء أقسام متخرجين زملاء لي معدلاتهم مقبول. بس الكلام هذا قبل 20 سنة، الآن الكلام تغير، الآن صار في عدد كبير مننا في خريجين كثير، فصعب إننا نشجع لأن الناس تجيب مقبول. تمام بس هل لغات البرمجة بالهندسة مطلوبة؟ يعني ما هو كثير، لكنها اللي مبرمج ويدخل هندسة كهربائية صراحة تفكيره يكون نظيف. اللي يكون يفهم في البرمجة أيا كان هذه البرمجة راح يتميز جدا، راح يساعده في تخصصه، راح يساعده في تسويق نفسه، لأنه يصير يفهم أكثر من عنده ميزة تنافسية. مو احنا نقول عن التسويق يحتاج منك انك تنافس، والميزة التنافسية عندك هو يكون عندك الماتلاب، التطبيقات الاسكادا، البي ال سي، تحكم المبرمج، كلها هذه ميزة تنافسية زيها زي الانجليزي الاكسل. يعني تصور لو انا اقرأ ان في السي في عندك الدورات هذه وانت فعلا متقنها وانا احتاجها، اكيد انا باخذك افضل من اللي معدله ممتاز وهو ما يتقن هذه الاشياء، لانك راح توفر علي كثير في التدريب، راح توفر علي جهد ووقت كثير. الاوتوكاد 3D ستوديو حق التصميم ما ادري لا زال ولا لا، الريفيت هذا هو البرنامج الحديث الان اللي هو سحب على الاوتوكاد الريفيت، اقروا عنه. انا والله ما اعرف له، لكنه يعني هو الان اللي يستخدمه. والله ما ادري سلطان في معاهد، ما ادري. افضل شيء تسألوه هيئة المهندسين، تدخل على حسابها وترسلوا لهم وهم يرشحوا لكم هذه الاشياء. احمد عبد المنعم، انا في السعودية. اي نعم الاوتوكاد مهم، الى الان يستخدموا له كل المكاتب الهندسية الى الان تستخدم الاوتوكاد. بس الريفت هو الترند الجديد، هو يعتبر احدث. كم سنة دراست الماستر في الكهرباء؟ في بريطانيا انا خلصت الماستر في 9 شهور، في امريكا في سنة، في سنتين، في 3 سنوات، في السعودية 2.5 سنين، انا في بريطانيا 3 سمسترز، اقل من 10 شهور. يعني دخلت في سبتمبر شهر 9، تخرجت في اكتوبر. كم هذه؟ لا ما تخرجت في اكتوبر، هي سنة بالضبط، بس سنة وفيها اوفات كثير، اجازات كثير. يعني انا حسبتها 9 شهور. الدراسة في بريطانيا اسهل بكثير من امريكا، انا دارس في بريطانيا، فاللي يبغى يكمل الماجستير وحقيقة ما يحتاج راح يدور للشيء صعب. أنا درستها في بريطانيا، الدراسة كانت سهالة، اللغة كانت شوية عائق بس مشيت يعني، بس كانت عائق ما خلتني أجيب ممتاز يعني في الماجستير بسبب اللغة.
كنت أقدر أكتب وكذا، بس ما أفهم كل شيء 100% زي زميلي الاسكتلندي اللي أنا درس في اسكتلندا. اسكتلندي اسمه يفهم كل شيء، لكن أنا أفهم اللي أفهمه، والباقي أروح البيت أحاول أترجمه وكذا. الدكتوراه 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، 4 سنوات، يعني ما لها، بس هي أقل شيء أظن 3 سنوات، اللي إذا كنت عبقري ممكن تجيبها في سنتين، سنتين ونص، وما أظن يجيزوك حتى لو خلصت البحث وكل شيء. يقول لك اجلس عندنا اشتغل، قدم محاضرات، بس ما يعطوك لأنه في مدة محددة لازم تقضيها عندهم. نقفل ولا باقي أسئلة؟ نوان انت جاي شكلك توك داخل، طور علاقاتك. قلناها هذه في بداية الكلام، انك تسوي لك، انك اول شيء لازم تبني براند، خلي الناس تعرفك عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، وتكبر الحساب بانك تتواصل مع ناس يشبهون تخصصك وتتكلم معاهم كذا، وبعدين تكبر العلاقات عندك. الله يحفظك يا هايدي، الله يجزاك خير. اتمنى ان يعني قدمنا شيء يفيد الجميع، جزاكم الله خير. وعليكم السلام يا بي. على فكرة احنا قلنا ربع ساعة وخلص الوقت، والآن طوفنا 12 دقيقة بعد الوقت. وش رأيكم عشان ما أصير عليكم ثقيل، أنهي البث مع وعد إن شاء الله إننا نلتقي مرة ثانية، واللي دخلوا متأخرين اليوم إن شاء الله إن أحاول أرفع البث هذا على اليوتيوب، ولو أن والله يأخذ مني مجهود، أنا جلست أرفع البث هذاك أكثر من 24 ساعة. الفيديو اللي هنا في التيك توك جدا عالي الجودة. إبراهيم العفو، أنا اللي أتمنى إنكم ما تقاطعون قنواتي وتدعموني دائما بتعليقاتكم وتنوروني وتكتبوا لي آراءكم في الفيديوهات. إذا وجدت شيء يعني تقصير مني أو شيء تغاضوا عنه وأدعوا لي بالعفو، وإذا وجدتم شيء يعني إن تبغوني أتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات حق الفيديوهات، ترى أقرأ معظم التقليد التعليقات، حسابي لسه جديد يعني ما في فيديوهات كثيرة، فمعظم التعليقات خصوصا اللي فيها طلبات أسوي كذا أو كذا غالبا تلقاني بعد فترة أحاول إني أحققها. يعني كمل يا بي، كمل كمل إذا أنت تجد نفسك مستمتع بالدراسة وقادر، لأن الفرصة بإذن الله موجودة. إذا أنت مستمتع بتخصص الكهرباء وقادر على أنك تنهي، كمل. إبراهيم ولازلنا على اليوتيوب، لازلنا على اليوتيوب، اليوتيوب هو الحافظة حق كل الأفكار حقي، أي شيء قدمته في السناب موجود على اليوتيوب، أي شيء في إنستغرام في اليوتيوب سجلت لكم. ادخلوا على التجارب اللي أنا مسويها في اليوتيوب، في تجارب للمعمل مع طلابي سجلناها ورفعناها لكم أيضا على اليوتيوب، واليوتيوب سهل، وإنه الميزة إنك تقدر ترجع له أي وقت، يعني هذه الميزة. يوزر 15، أنت كذا جمعت بين الحسنيين، يا سلام، يعني أنت شغال تخصصك آلات وشغال كأنك باور، ما شاء الله عليك، يعني كسبت الاثنين، يعني ممتاز جدا. طيب أنا بضطر أختم، سعدت فيكم جميعا، أتمنى إنه ما حد يزعل مني إذا قفلت البث وما أجبت على سؤاله أو ما انتبهت على سؤاله، لكن أوعدكم إن شاء الله يكون في بث ثاني. تقريبا أنا الصباح يوميا على الساعة 7:15 بتوقيت السعودية أبث ربع ساعة كذا أثناء ما أنا أمشي، فإذا صادفوا أنتم صاحين مبكرين تشوفوني إن شاء الله يجيكم تنبيه. أحاول إن شاء الله يكون بثنا في هذه الأوقات، يعني على 4 العصر، 4 العصر في الويكند،
ممكن يكون ايضا قبلها او بعدها، بس دائما بحاول احط بوست قبلها بوقت. واذا فاتك البث، انا ماني حريص والله على كم واحد يشوف الان البث ده، هذا قلته امس، انا حريص انك تستفيد من البث حتى لو شفته في اليوتيوب مره ثانيه. فان شاء الله ان دائما حرفع لكم البث وحط لكم العنوان حقه اللي تكلمنا عنه هنا. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم.